الخبر اول عادنا عن نور ماريا حبايب وفاة جدته فنزل هذا اللي سوري من خلاله وفاه جدته فالله يرحمها يا رب ولا تنسون بالكومنتات الله يرحمها انتقل حاليا للقمر طايح حبايب تنزل هذا اللي سوري واحد متابعين شاد يسالها شو رايك بالحب الالكتروني اللي هو عن بعد فردت على هذا الموضوع بتنزل هذا اللي سوري تقول انه هو يختلف من شخص لشخص ولكن بوجهه نظرها انه هو يعتبر فيك وحب مراهقه واعجاب مو اكثر ولكن بنفس الوقت قالت انه بعض العلاقات ممكن تكون فعليا ناجحه وتنتهي بالزواج فكتبوا بالكومنتات شو رايكم بردها شي ثاني يا حبايب في نزلت هذا الستوري الواحد من المتابعين كان يحكي قصته واللي هو انه هي مجبوره على الزواج فاهلها جابريها ولكن هي ما تريد هذا الشخص وفي هذا تفكر بالانتحار فردت عليها قمر الطايع وقالت لها انه الانتحار هو شي غلط ولكن المفروض انها تتفاهم ويا اهلها فاكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم برد قمر الطايع وبالنهايه يا حبايب قمر الطاي نزلت هذا الستوري اللي كانت تحمس بين المتابعين على المقطع الخرافي او الصدمه اللي راح ينزل ان شاء الله باكر يا حبايب اللي هو يوم الجمعه فاكتبوا بالكومنتات شو توقع المقطع وش متحمسين الى إيه ننتقل حاليا نورمال والتقى ويا احمد ابو روف نزلوا تيك توكات ويا بعض بنفس الوقت شويه ستوريات صراحه شيء رهيب وبنفس الوقت ياكد انهم اتصالحوا حرفيا راح اعطيكم الستوريات مالتهم شوفوها يا زلمه الكل مستغرب انه صورنا تيك توك مع بعض مش عارف ليش يعني ليش يعني؟ مش فاهم غريب يا اخي الشمس والقمر في صوره واحده؟ شو طبعا <أنا>. <تصفيق> 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 طبعا برهم المراوي طلعوا علق على الموضوع عن طريق تنزيل هذا الستوري كان كاتب بي احلام العصر والمغرب والعشاء مع الفجر واللي هو مستغرب تنزيلهم هذا التيك توك شوفوا يا بعض <applause> حاليا نور سار يا حبايب تنزل هذه الاستوريات اللي كان تطلب من متابعيها انهم يسالوها اسئله فيسالوها عن كريم اللي هو حبيبها المفروض فيرد على الموضوع انه هي ما تعرف وينه وانه ما سالوه فما ادري صراحه وبالستوري اللي بعده كانت تقول لها شو وقت اخر مره بتشيتي فردت انه اليوم بسبب انه هي ذكرت الكلب مالتها ستيلا اللي مات قبل فتره ولكن الشيء الغريب يا حبايب الستوري الاخير اللي نزلته في هذه الستوري كانت يسالوها انه وحده عمرها 15 سنه تقول اعطيني نصيحه فيسد عليها سوي التيك توك ما ادري صراحه اشوف انه هو شيء غلط خاصه إن هي مؤثره وحده عمرها 15 سنه وتعرف إن باشياء غلط فتقول لي روح سوي تيك توك اكتبوها بالكومنتات شاركوا هذا الموضوع حبايب القمر طاي والستوريات النار اللي نزلتها فنزلت هذا الستوري كان واحد يقولها شو رايك بالاشخاص اللي يتغيرون بسبب المشاهدات فحجة كلام كلش حلو الاشخاص اللي يقولون انتم يوتيوبر همكم مشاهدات كل يوتيوبر يا حبايب همهم هم مشاهدات لان بالنهايه هذا هو الشيء اللي احنا قاعدين نسويه على مودة فحتى قمر طاي قالت انه هي تهتم بالمشاهدات ولكن غلط الاشخاص اللي قلوا من كرامتهم على يجيبون مشاهدات ويصورون اشخاص ما يحبوهم بالستوري الثاني كنت ليش اغلب اصدقائك ولد مو بنات ردت ان هي تحلم يكون عندها اصدقاء بنات ولكن اغلب البنات يغدرون عكس الشباب اللي يكونون مستند لها فليترقص ترى يارا نرجع حبايب حاليا مو وسيدرا بيوتي والصوره الصادمه اللي نزلوها ويا بعض فسيدرا نزلت هذا الستوري اللي تشيكس لازمها من خصرها فخلى شويه من فانزات نارين بيوتي يتهجموا على مو لان هو المفروض يكون حبيبها ما ادري صح شنو رايكم بصل حبايب صوت المقطع فجروا طب لايكات واشتركوا بالقناه تشاركوا في زي مقاطع من القصص احبكم مع السلامه